مثال قدوة ونموذج يحتذى به، كتقدموا لنا يعني يد المساعدة، كتقدموا لنا النصيحة انطلاقا من التجربة اللي راه كنتوها، سواء في المجال المهني ولا في المجال الاجتماعي. وكل ما حب يعني كنستمع لكم وكنسترشدوا بالنصائح ديالكم والتوجيهات ديالكم، وحتى في اللحظات العصيبة اللي كنكونوا يعني كنكتويو باللهيب ديالها وكتكونوا حاضرين، كتدعمونا معنويا، كتعطيونا واحد الطاقة إيجابية باش نزيدوا للقدام. والحمد لله يعني أهم حاجة كتجمعنا هي هاد الحب ديال المهنة، أولا اللي هي مهنة شريفة ومهنة نبيلة، وثاني حاجة هو الحب ديالنا والتقدير ديالنا لكل لمدرسة حليمة السعدية. دائما كل واحد فينا من موقعه وانطلاقا من الإمكانيات ديالو الذاتية كيساهم إلى حد كبير في الإشعاع ديال هذه المؤسسة اللي كتحظى بواحد القيمة، واحد القيمة اعتبارية على مستوى المديرية الإقليمية ولا على المستوى الجهوي. كنتمنى لكم واحد المسيرة حياتية واجتماعية موفقة، وكنتمنى للسي الهاشمي يعني أنه يقضي بالمعية ديالنا السنة المقبلة واحد الجو ديال الفرح، وواحد الجو دائما كله مودة وكله تقدير وكله احترام. وكنتمنى مسيرة موفقة اللي هي عاد هي في البداية ديال المشوار الدراسي ديالها، وكنطلب منها أنها تقتدي بهذه الهامات وبهذه الطاقات يعني الوازنة اللي ضحات بالغالي والنفيس. والحمد لله دائما كنتذكروا في هذا الموضوع، وكيأكد لي سواء السعيد السي إبراهيم أنهم كيحسوا بواحد الفرحة وواحد السعادة عارمة السعيد بالروايل والجروح بتكلمه أنهم كيفرحوا ملي كيتلاقاو مع شي تلميذ ديالهم وصل يعني لأعلى المراتب، وهما ما كيكونوش عاقلين عليه، ولكن هما هذوك التلاميذ كيجيو كيحتضنوهم بواحد القوة، وهذا دليل على أنهم نجحوا في المساعي ديالهم. كنتمناو كذلك مسيرة موفقة للسي الزاوري، وما تنساوناش مرحبا بكم، الفضاء ديال المؤسسة دائما يعني مفتوح على المصراعي ديالو، تجيو لهنا ونستقبلكم بكل حفاوة بحال البارح بحال اليوم، والله يدومها محبة إن شاء الله. اللهم تبارك الله. شكرا.